فجرت الكاتبة السورية ريم حنا مفاجأة خلال حلولها ضيفة على برنامج شو القصة يلي بتقدمه الإعلامية رابعة الزيات، حيث قالت حنا إنها بدأت بالفعل العمل على موسم ثالث من المسلسل الاجتماعي الفصول الأربعة. وقالت الكاتبة السورية إنه العمل على الجزء الجديد ممكن ياخد وقت طويل بسبب التحديات يلي عم بتواجهها مع وفاة عدد كبير من الشخصيات وتواجد عدد أكبر في دول غير سوريا. وبالرغم من الجماهيرية الكبيرة للعمل واهتمام الجمهور فيه، بالرغم من مرور العديد من السنوات، إلا أنه العديد منهم رفض وجود فكرة موسم ثالث، معتبرين أنه ممكن يشوه العمل، لاسيما أنه هناك العديد من الشخصيات الرئيسية يلي رحلت عن الحياة، مثل كريم أي الفنان خالد تاجة، ونبيلة الفنانة نبيلة النابلسي، وجميلة الفنانة هالة شوكت، ومخرج العمل حاتم علي. وإجا بتعليقات الجمهور مين بيقدر يعود حاتم علي؟ مين بيقدر يجسد حنية الجد كريم ونبيلة؟ فكرة إعادة أي عمل قديم برأيي هي فكرة تفشل غالباً، نفس ما صار بمسلسل دنيا وصبايا. وبتعليق آخر، أتفق لو بيعملوا عمل مشابه بقصص جديدة وشخصيات مختلفة أفضل بمراحل، وإذا حابين يرجعوا للقديم يعملوا مذكرات عائلة على القليلة نجومه موجودين وبتحمل يكون في جزء تاني. ومن بين التعليقات، أنا مع الفصول الأربعة بعائلة مختلفة، شخصيات مختلفة، وعدم وجود أي ممثل من المسلسل الأصلي، أي ممكن ظهور كم شخصية كضيوف شرف، لكن المسلسل الجديد بنفس الفكرة الرئيسية مع الإضاءة على مشكلات المجتمع المختلفة وتركيبة شخصيات مميزة هي فكرة مقبولة بالنسبة لإلي. وتم عد الموسم الأول سنة 1999 وحقق الكثير من النجاح، وعرض الموسم الثاني بسنة 2002 وكان من إخراج الراحل حاتم علي.